لكن على المستوى المهني اعتقد لما واحد او زميل صحفي كبير بحجم وقيمه الاستاذ محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي امين صندوق نقابه الصحفيين مقرر رابطه النقاد الرياضيين، يعني حاجه كل واحده منهم في حد ذاتها قيمه، ويحدث ما حدث هذا الالتباس، يبقى من حقه التوضيح. استاذ محمد شبانه اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. ايه الف سلام عليك. عندي دور برد شديد جدا. اللي بيجي على عدل القيع ما بيسلمش. انت حر. بجد عندي دور برد صعب جدا. الف سلام. ولولا الدور البرد ده فعلا امبارح يعني اصبت بيه، يعني الف سلام. النهارده اطلع على الهواء في نغم الصبح. الف سلام. كنت فعلا طلعت على الهواء، كنت الله يخليك ميرسي اذا كنت طلعت على الهواء فعلا صباحا يعني، لكن دي يعني اراده ربنا. كنت هوضح اللي حضرتك بتتكلم فيه، يعني انا كنت ناوي اوضح اللي انت اتكلمت فيه، لانه انا لما عملت التعليق بتاعي احد الزملاء كلمني وبعت لي الفيديو، وانا ما كنتش انا شفت الفيديو صراحه يعني. بس كنت استقيت التصريحات الكابتن عدلي من موقع له مصداقيه كبيره بالنسبه لي. موقع في الجول. وهو لفظ يعني كلمه غيرت المعنى بتاع التصريحات الكابتن عدلي، وللاسف يعني انا اخذتها من الموقع وعلقت عليها. ف يعني اللي زينا لما بتبقى في موضع المسؤوليه، كنت ناوي النهارده الحقيقه اعدل رايي واقول بصراحه انه انت عارف انت الواحد لما بيقول راي بيبني رايه ده على معلومات صحيح بيستقيها، اذا تغيرت المعلومات او اختلفت او الواحد كان له معلومات جديده لا يعيب ابدا انه يعدل من رايه، لان احنا بنخاطب راي عام صحيح وبنشكل راي عام. انا بحييك على كده الحقيقه. لا بالعكس يعني، وده دورنا وده دور مهني على فكره صحيح، ودايما انا دايما من منهاجي ودايما بقوله حتى في برامجي او في كتاباتي انه تعديل الراي لا يعيب ابدا صح تعديل هذا الراي، لان احنا طول ما احنا بتستقي معلومات يعني انت ممكن يبقى رايك في موضوع من ثلاث سنين غير النهارده. بالظبط. كل ما بتكتسب خبرات وكل ما بتكتسب معلومات وكل ما بتكتسب امور مختلفه اكيد بتعدل رايك، طالما انت ليك مصداقيه وانت رايك ده مش مغرض ولا بيهدف لحاجه خارجها او خطا يعني. فالحقيقه الكلام الكابتن عادل لما الفيديو جاني من احد الزملاء شفته، هو لم يقصد ابدا اللي احنا اتكلمنا فيه، لم يقصد ابدا الكلام على الكابتن حسام البدري، بل على العكس هو كان واقعي في رايه وكان بيتكلم بشكل عام على اللاعب او حتى على المسؤول او حتى على المدرب، ان احنا في زمن احترافي، لكن الكلام ما كانش على الكابتن حسام البدري بالمره نهائيا، وما اعتقدش ان الكابتن حسام ممكن يزعل من هذا الكلام لانه الكلام واضح وانا بقول له حقك عليا طبعا الكابتن عدلي، وانا بينه وبينه كتير، وانت عارف انه قيمه الكابتن عدلي وقيمه الكابتن حسام بتخلينا احنا لما بيبقى في تصريح او خبر احنا بنعلق من القيمه بتاعته بالظبط او من القيمه بتاعت الكابتن حسام. بالظبط. يعني انت سبقتني بقى، انا كنت ناوي النهارده بجد اعدل هذا الراي واتكلم فيه اللي انا سمعته بقى بصدق. هذا التوضيح. لا بالعكس، انا بشكرك يا ابراهيم وبشكر قناه الاهلي وبعتز بالكابتن عدلي وبعتز بالكابتن حسام وبعتز ببرنامجك، وشيء كويس جدا على فكره ان يبقى في برنامج، بعيد بقى ان بعض بتعتبر البرنامج وكانه يدافع. احنا بنصحي لك ناس بدري قوي يا محمد من الاعداد عشان تتابع الراديو. انا منك ايه طيب؟ في نقطة برضه خد بالك انه على اليوتيوب يعني في ناس دايما تبعت لي تقول لي انت ما اعرفش اشتمت مين، انت عارف اليوتيوب دايما بيحطوا عناوين الناس يعني حد فلان يعمل ما اعرفش ايه، وتلاقي الكلام حد بيسلم على حد. وده لكن انت عارف بيبقى هدف الشانل اللي على اليوتيوب انه يجيب نسبه مشاهده عشان يجيب اعلانات، فانا برضه بقول للناس فرصه دلوقتي ما تقعوش دايما في الفخ ده، ممكن الواحد يقول رايه بواقعيه شديده وبهدوء، فتلاقي بس العنوان عنيف جدا فالناس تدخل، لكن هو الغرض من الشانل اللي كاتب العنوان ان هو يجيب نسبه مشاهده عاليه. بكرر شكري ليك يا ابراهيم، وطبعا شكرك جزيلا يا محمد، بعتز بالكابتن عدلي وان شاء الله موفقين دايما ان شاء الله. والف سلام عليك، وخليك عارف انه عدل القيعي بينه وبين ربنا عمار، كلمتين جالك دور برد انت حر. انا مش هقرب منه تاني يا عم خلاص. شكرا. تعبان جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للصديق العزيز والاعلامي المتميز الاستاذ محمد شبانه.